الاصطناعي. شو الذكاء الاصطناعي يا جماعه الخير؟ مين يعطيني الذكاء الاصطناعي؟ اذا فزت بال 100,000 ريال ايش بتعطيني؟ والله ولا تعطيني شيء؟ والله عادي يا زلمه. اول بطوله العاب الهواتف الذكيه زوال الخوصه الى 100,000 ريال، الاشتراك مجانا، لا في رسوم اشتراك ولا اي شيء. هم اللي بيشروا على الجوال اون، الجوال اون هذا الجوال الفريز النوعه. طبعا اللعبه زي ما انتم شايفين بتقبل على اي جهاز، ان كان اي جهاز عندك مقبوله عندك. 100,000 ريال ولا ما حصلت على الرابع؟ على جهاز بلاي من الخامس الى الثامن. نصيحة لك، السؤال اللي يطلع نفسه، تحمل اللعبة. ألف مبروك حصلت معانا على الجائزة، شكرا لك.